بره قوي. فمن هنا قالوا لا يبقى بقى خليفه الكابتن محمد صلاح. طبعا ده مدربي وانا بحبه جدا طبعاً جدا جدا جميلة. وكان لعيب كبير جدا طبعا ده واتعلمت منه والله يا ميدو كتير جدا. مدرب مدرب كبير جدا. وانا كابتن محمد بصراحه لا يعني كنت سعيد الحظ يا كابتن خالد ان انا اول لما اشتغلت مدير فني صح ان اللي كان شغال معايا ناس فعلا ليهم افضل عليا وتعلمت منهم كتير قوي جدا. كابتن ابراهيم محمد الله يرحمه الله يرحمه يعني طبعا راجل عظيم طبعا الله يرحمه على مستوى الشخصيه وعلى مستوى الانساني وعلى المستوى الفني وكل حاجه. كابتن احمد عبد الحليم كان مدير كوره طبعا كابتن احمد طبعا وطبعا كل الكباتن اتعلمت منهم يعني كابتن هشام ياكر وكابتن طارق السيد وكابتن مدحت كل الناس اشتغلت معايا بس كنت بتتعامل ازاي يعني انا كنت يعني من بره كنت شايفها موضوع صعب جدا ان انت مثلا الكابتن صلاح بخبراته وكابتن عبد الرحيم وانت ما شاء الله كنت انت طبعا يعني سيرتك الذاتيه كانت كبيره جدا كلاعب تشفع لك ان انت نجم يعني انا مش بتكلم عشان انت قاعد قدامي لكن انا يعني التعامل كان بيبقى صعب ولا سهل انا بسالك انت اقول لحضرتك سهولته جت منين سهولته جت ما جتش من عند ميدو سهولته جت من تواضع واخلاق الناس دي تتخيل يعني ايه كابتن عبد الرحيم محمد الله يرحمه كان مدربي وانا تحت 11 سنه كابتن عبد الرحيم محمد كان مدربي تحت 11 سنه كان مدير مدرب قبل ما يشتغل بقى فوق يعني تمام. كان زمان طبعا كابتن جوار الصغار الله يرحمه كابتن عبد الرحيم محمد وكابتن عبد بدر حداد وكابتن مجدي شلبي وكابتن شوقي حسين وكابتن مجدي السيد كل مش عايز انسى حد يعني مش عايز انسى حد بس يعني كلهم كباتنا ولكن كابتن عبد الرحيم كان مدربي وانا تحت 11 سنه فكلمته في التليفون بص الجمال بص الجمال أيوه. وانا عندي 30 سنه أيوه. كنت لسه معتزل وعندي 30 كده وشهرين انت لسه معتزل بقالي شهرين فكلمته شهرين ثلاثه كلمته في التليفون كابتن عبد الرحيم ايه الاخبار قال لي تمام كان جاي لي النادي المصري كلموني استاذ ياسر يحيى كلمني كان رئيس النادي وراح ادرب وانا عندي 30 سنه عمري ما دربت ولا عمري فكرت ان ادرب على فكره يعني فاهمني بشتغل في التلفزيون فكلمته كابتن عبد الرحيم تشتغل معايا اسيستنت انا محتاج حضرتك ان انت يعني اتعلم منك وان انت تبقى معايا وكان ساعتها هو مدير فني في الممتاز به لنادي الترسانه تخيل ساب الترسانه وجال قال لي يا الترسانه والقناه انا اسف مش قال لي يا ابني توكل على الله انا معاك وجي اشتغل قال اشتغل وانا بتكلم مع المصري حصل تعطيل كده وبتاع فاشتغلت مسكت الزمالك قال لي انا معاك كل الناس دي قالت لي انا معاك فتتخيل الاخلاق طبعا يعني تخيل الاخلاق طبعا. في ناس النهارده بتتكبر على يعني بتكبر على اي حاجه تخيل الاخلاق بتاعه كابتن الكباتن الكبار دول كابتن محمد بتاع ان هم يوافقوا ان هم كلهم كابتن عبد الحليم علي ان هم اشتغلوا مش بيشتغلوا انا اصغر منهم سنا بقول لك كمدربي وانا عندي 11 سنه كان حظي حلو يعني كان حظي حلو ان الناس دي بالاخلاق دي بصراحه عايز ارجع لك على فكره على فرقه الزمالك العظيمه بتاعه الثمانينات دي يعني فرقه يعني مش ممكن يعني بترجع تبص النهارده على فرقه الكوره دي بصراحه كابتن عادل مأمور كابتن ايمن طاهر كابتن خلي بالك يا ميدو من حاجه ان انت تلعب انا هقول لك على حاجه مهمه جدا ان انت تلعب جميله لا جميله وهشام ياكن طبعا هشام تاريخ كبير جدا طبعا في نادي الزمالك وانت والله زعلان على اللي بيحصل معاه في في في, في يعني هل حاسس ان احنا ممكن يبقى لينا دور في ان احنا نوفق الامور طبعا اي حاجه ممكن تتوفق والله والامور بسيطه والله يا ميدو يعني اي والله الحياه كلها بسيطه الحياه لو تبص لها بسيطه